السلام عليكم. انا هي اللي كتبنت السيده اللي كتبنت شحال هذه في الفيديو، وانا عاوتاني كندير هذا الفيديو على اساس انني دخلت المحل، دخلوني الجندارم والجمعيه توقفوني وقفوا معايا الله يجازيهم بخير. ومني دخلت السيد ما التزمش، كيعنفني كيضربني، هز عليا جنوي ضربني هانتوما على الصبع، ضربني بوطه الوجه هانتوما حالتي. وهادشي كان كيمارسو معايا من قبل رغم اننا حنا مطلقين. ملي تنهضر معاه تيقول لك انا راكي مسيني عليا ودايره معايا التزام، يعني ما كنقدرش نهضر. اي حاجه بغيت نهضر فيها كناكل فيها العصا، ما عنديش الحق انني نهضر ولا نقول رايي في اي حاجه كتخصني ولا كتخص ولادي. دابا انا كنطلب الحمايه من المسؤولين والناس اللي عارفين وقادرين يحميوني يدخلوا، لان وليت انا خايفه على نفسي وعلى وليداتي من هذا العنف ومن هذا الاجرام. راه ولا كيهددني بالموس باش يقتلني، هادشي راه بزاف عليا. راه صبرت تعيت على قبل وليداتي باش ما يتشردوش باش ما يخرجوش ليا خايبين، ولكن هاد السيد راه ما بغى يدير معايا حتى شي حل. الحل الوحيد اللي عنده هو العنف. قال لك انا ما نخافت حتى من شي واحد، مشيتي شوهتيني، درتي فيديو شوهتيني، انا درتها بحساب ديك الوليدات. صاحبي انا خايف من الجندارم ولا من المالك ولا سيري فيما بغيتي، حتى واحد انا ما نخاف منه. كيسد عليا الباب، داير عود ومسمار بس سد عليا الباب، ما نخرج ما ندرج. تليفوني هرسوا ليا، لاكارت هرس عليا، يعني حتى شي حاجه ما خلى ليا باش نتواصل لا مع عائلتي لا مع خوتي لا مع خواتاتي لا مع الناس لا مع صحاب الجمعيه لا مع حتى جيراني لا مع حتى شي واحد. قطع ليا الماء والضو. هاد السيد اش بغى عندي؟ حتى حد ما بقى يجي عندي، كلشي ولا خايف منه. وخايفين حتى عليا دابا انايا، وخايفين عليا من الموت. انا دابا انا خرجت باش نلقى شي حل عند الناس، والقلوب الرحيمه يديروا لي حل، ومع عند الناس مسؤولين الله يجازيكم بخير. وهاد الاذان دابا انا من كنمشي عند الناس المسؤولين تيقولوا لي بانك راكي مسينية معاه. انا ما تسينيش، اضطريت انني نسيني لانه كيهز عليا جنوي باش نسيني على قبل وليداتي. كنسيني باش ما نموتش، باش ما نشرجش، ما نخليهمش يتامى. ما اصلا يتامه الحيين، ولكن انا بغيت على الاقل نبقى حاضنه عليهم ونكبرهم ما يخرجوش ليا متعقدين. هذا هو الوحيد، الحاجه الوحيده اللي خلاتني كنسيني على هادشي كامل اللي كيطلب مني، ولكن راه بالتهديد. راه حالتي راه ديما زرقاء، ديما واكل عصا من النهار اللي عرفت هاد السيد. ودابا كاع كثر جهال كاع ملي طلقني، ولا دابا كيعطيني عصا كيقول لك انا واخا طلقتك راه باقا كتسمي باقا مرتي. بغيت نعرف واش هذا حلال ولا حرام. الله يجازيكم بخير المسؤولين، الناس المسؤولين ما تدخلوا قبل ما توقع شي مصيبه، قبل ما نموت. الله يجازيكم بخير، الله يرحم بها الوالدين لما يشوفوا من حالي وحال دوك الوليدات اللي يتمو. الله يجازيكم بخير. خوتي المسلمين، حنا كنترجاو منكم شوفوا حل هاد الاخت راختي، وحنا كنجيو عندها للدار وما كيخليناش ندخلوا، وكيهز علينا الجنوي وكيهددنا. والبارح مشينا باش نشوفوها ما خلاهاش، لقيناها مضروبه مكرفسه. هاد السيده مكرفسه وضاربها بجنوي وضاربها للضلعه وضاربها لراسها. مني هضرنا معاه قال لنا سيروا فين معجبكم، فوتوا المالك فوتوا المخزن فين معجبكم سيروا. ودابا حنا هاد السيده طلبناش، ولكن ما بغيناش نديروا شي حاجه اللي الله يرحم لكم الوالدين. لا ما تشوفوا من حاله، الله يجازيكم بالخير. بعد مشاهدتكم للفيديو لا تنسوا الاشتراك بقناتنا زناتا نيوز والضغط على زر الجرس للتوصل بجديدنا.